يعني مثلا الناس تاكل رمضان في الطريق، الشرطه قانونيا القانون الجزائري يقول باللي الناس هذو لازم الشرطه سوسي داتونتا لا بيدور. هذا هو السؤال اللي نطرحه. في تصنيف القانون موجوده. نوجدوا حنا علاش المجتمعات الغربيه باقي متفتحه ما كانش بعض التصرفات اللي نلقاوها حنا في الجزائر؟ نحكي لك انا حادثه صرات. حكموا خطره الشرطه في غابه بن عكنون، حكموا ان كوبل كانوا بممارسه جنسيه، كيسقساو شافوهم باللي مزوج بها. قالوا لك كيف انت مزوج بها في غابه؟ قالوا ما عنديش لوجمون، ما كاش انا انسان فقير وما عنديش لوجمون. وعلاش كاين هذو المشاكل هذو؟ اش معنى انه بلي سيسي في العائله لو جون الجزائري ما عندوش وين يروح، ما كاش وين يروح، الخدمه ما كاش، اللوجمون ما كاش، وطايح في مجتمع باش تزوج، الاخر يقول لك جيب لي ابارتمون باريو تاع 20 مليون ولا 30 مليون، واحد يقول لك جيب لي ابارتمون تاع لاديال، واحد يقول لك جيب لي طوموبيل ما على باليش، يولي باش يتزوج ولا مشروع. الناس كما كان من الزواج تلقى واحد في عمره 40 سنه 50 سنه ما شافش مراه مسكين، بيولوجيكمون لا غالب، كاين بعض الحالات اللي على جهة الأزمة الاجتماعية ها هو المشكل الحقيقي. لو كان كاين خدمة، لو كان كاين لانجستيس سوسيال، لو كان كاين يعني الإنسان الشاب الجزائري كيخرج من الجامعة يروح يخدم، يعني يروح يدير هذا ويروح يتزوج على روحه. مثلا الشاب الجزائري ما يقدرش يتزوج. اليوم أنا نعرف ناس ولا تلاقيت بهم في الجزائر العميقة، مسكين 50 سنة يحلم يشوف مرأة، جامي ما شاف مرأة مسكين. باسكو ما عندوش يحلم بالزواج. سي لو بروبليم دو لا فروستراسيون سيكسويل فيان دو لا فروستراسيون سوسيال. لا 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 لازم نقولوا إيفو أبلي أن شا شا. لا يعني القط يسمى قط يعني بسبب بطبيعة الحال، ولكن ما لازمش يعني نحاول أن نمارس نوع من التضليل يعني. وين قوسين؟ يعني هو يقول لك انه هذه مشاكل يعني اجتماعيه واقتصاديه، مش مشاكل اخلاقيه. ما لازمش نستخدم بعض الاوراق اللي هي موجوده ونقرها يعني من فساد او من حاجه او من اوضاع اقتصاديه ربما واجتماعيه ادت الى بعض الانحرافات، ولكن ما لازمش نستخدمها كورقه لتبرير افعال منافيه للعقيده الاسلاميه او منافيه للهويه الوطنيه بكل ابعادها الاجتماعيه والقانونيه. ولكن في كل الحالات اذا اردنا ان نتجاوز حتى النص الديني اللي ربما يخضع لعدة تأويلات، هناك نصوص قانونية صريحة يعني إذا كان نحتكم إلى القانون، القانون الجزائري كدولة تمارس سيادتها على المؤسسات أو على المجتمع، المسائل كلها اللي ذكرها الأخ يعني ضابطها القانون. يعني إذا كان ربما له قناعات عقائدية أو فكرية أو إيديولوجية أخرى ما غير الإسلام فهو حر في هذا لما يعبر بهذه الطريقة، ولكن في الأخير القاسم المشترك الذي بيننا كلنا هو القوانين اللي هي قوانين بالدرجة الأولى مصوت عليها البرلمان الجزائري فيما يخص تنظيم الأسرة وفي تنظيم المجتمع وفي تنظيم يعني كل سلوك الناس. إذا كان الدستور يعني نفسه هو يقول هو قال لك حتى القانون ماهوش موافق. لا لا كاين انا بايو قانون الاسره مانيش داكور معاه، مانيش داكور معاه 100%. واذا كانت فئه من الجزائريين مانيش داكور مع القانون هذا. نرجعوا لابو القوانين وهو الدستور، لما الدستور نفسه ينص في مواده كاين تبديل تاع الدستور، لما ينص في بعض المواد تسمى كما يقال يعني لا تغير. هذه المواد ما راحش تغير. لما يقول الدستور نفسه يعني ينص بانه يرفض رفض قاطع حتى على مستوى المؤسسات المساس بالخلق الاسلامي. لم يقل حتى يعني الدين الاسلامي، اعطاه يعني بعد كبير للمساله. يعني اذا كان الاسلامي راهو ضد الحب، دوك انا نشوف سبحان الله واحد يخرج مع صديقته، معليش نتحبوا في الاسلامي واش ما تحبش؟ يخرج معايا يعني خطيبته يخرج برا، رانا في بلاد تحكم مرتك من يدها يجوا ليك يصدموا عليك الخلق الاسلامي واش مليح. هل هذه هي هذا قراءه للنص الديني؟ ما هي القراءه؟ الحب واش ربما قراءه متطرفه مع مرته ويمشي مع مرته في الطريق، ولكن قراءه متطرفه. شكون اللي دار القراءه المتطرفه؟ يعني باش نوضحوا يعني بعض التيارات، يعني احنا نشوفوا بانه بعض التيارات تدخلك حتى في الحياه الشخصيه تاعك. انا اشوف بانه ولكن هذا ما عندوش علاقه وراه القانون. لا ما وراه القانون على ما يتحكمش فيهم. شوف انا حكايه، لكن شوفوا حكم القلوزه، حكم القلوزه ويضرب في ليكو ببرج الكيفان. لا احنا هضرنا معاه، انا هضرت مع شخصيين تكلمت معاه قال لك والله ما كان بالك واش قال لي، قال انا في بالك ودير حاجه مليحه يعني ماشي منكر. لا لكن خلي الناس لا هي حاجه اللي لازم نتفاهموا عليها فقط، وهو انه هل يتفق معايا الضيف الكريم بسرعه على نقطه محدده فقط. وهو انه يقر او يوافق على ما جاء في الدستور وهو انه يرفض المساس بالخلق الاسلامي. سؤال جاوبه بسرعه. انا داكور معاه
وشكون اللي قال؟ مازال نعاود لك السؤال، هل الخلق الاسلامي على حسابك انت انه الشباب الجزائري ما يحبش ما يخرجش ما يدير والو نلبسوا كاع عبايات ونقعدوا نضربوا ونصبوا في المسجد الكبير اللي حيديروا 1 مليار دولار؟ انا هذا ماهوش خلق اسلامي، هذا هو نفق اسلامي، نفق. انا ماهوش خلق اسلامي. شوفوا فقط انا في الجنة ما تخرجش من با تحب، لا ليبرتي ديمي ما كاش. عبد نرجعوا عبد نرجعوا بعد لحظات فقط نتابعوا هذه الفقره الاولى، فقرة رقم اليوم. نعم رقم اليوم، نتابعها مع بعض ونرجع للنقاش. 9 هو عدد الكنائس غير المرخصة التي تمارس نشاطها بشكل عادي في الجزائر بعلم السلطات حسب تقرير أعدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. التقرير اعتمد على دراسة لمصالح الاستعلامات العامة أشار إلى أن الحكومة اعتمدت 7 جمعيات مسيحية وهي تنشط منذ الستينيات يرتادها مئات المسيحيين. وفي مقارنة تاريخية ذكر التقرير بأن أقل من 7000 معمر فرنسي كان يمارس شعائره في 327 كنيسة غداة الاستقلال، في حين أن 8 ملايين جزائري لم يكن لهم سوى 116 مسجدا. نموذج التسامح قبل الاستقلال 700 أو 800 ألف مسيحي في الجزائر عندهم مئات الكنائس، و8 ملايين جزائري عندهم 100 مسجد ولا 200 مسجد. هذه مرحله استعمار ما نقدروش نقارنوها مع الجزائر. لكن وعندنا حتى التسامح الان عندنا 9 كنائس غير قانونيين. واش تسامح او كونترير؟ علاش واش تسامح؟ كاين مشكل كبير مع المسيحيين في الجزائر، يعني جروب بروبليم لي كريتيان دارجيلي. علاش؟ باسكو عندنا لا لوا القانون على لي زاسوسياسيون لي كرويونس اي لي بابلي. يعني واحد اذا كان جزائري حاب يولي مسيحي، من حقه، من حق الجزائري يكون بوذي، يكون مسيحي، يهودي، من حقه. حريه الاعتقاد لا ليبرتي دو كرويونس اللي كونساكري في الدستور. ولكن كي تلحق انا نجي نلحق انا نجي في الحين، بصح كي تلحق الوزاره اللي كنت فيها هي وزاره الشؤون الدينيه تعاود تبدل الدستور يولي كي واكي ما يحب، يقول لك لازم نقدا لازم لك كذا. هذا على مستوى الاشخاص ممكن، يعني في حاول الانجليز يعني ربما يعني متعصب يعني انا صحح معلومه فقط تفضل صحح معلومه وهو انه يقول بانه فيه 9 كنائس يعني غير مرخصه، ولكن فيه 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 بعض الدور وبعض البيوت وبعض الفيلل اللي انا شفتها شخصيا وتنقلت يعني لعين المكان في عده مناطق، كاين دي فيلا يمارس فيها الطقوس المسيحيه او الديانه المسيحيه، وانا شخصيا تنقلت لها واعطوني يعني كل ما له علاقه بالدين المسيحيه بطريقه غير قانونيه تمارس يعني. كيفاش كاين ديور يصلوا فيها الجماعه؟ لا فيه تجنيد، يعني فيه تجنيد للطلبه وفيه دعوه. يعني انا شخصيا تلقيت دعوه كنت مارا الشارع طلبوا مني هل هذا هل هذا زياده زياده مش يعطينا الشارع هذا نشوفوه في منطقه في تيزي وزو، من بعد نعطيك الادريس. هذا دوك شنو راح تحققوا من الحقيقه؟ يعني في منطقه يعني شوفها يعني وين الاشكال؟ اي واحد وين الاشكال؟ يعني كما قال لك هو وين الاشكال؟ حقوق الدينيه يحب يصلي يعطوها له، بصح في بلاده كيجي مسكين مسيحي ولا كذا ما عندكش الحق، راك درنا في الترجيج والتجنيد والكومبلو والصهيونيه وردوها لي فيزيتور. ماهوش ممنوع عليه انه يمارس طقوسه. تكون انت في دار او يدعي في دار حاجه ماشي قانونيه. هنا دائما نعودوا للقانون، اذا كان نحترموا القانون والقوانين الجمهوريه نحترموا قوانين الجمهوريه. اذا كان تحطوا يعني الموضوع في دارك ما عندكش الحق تعبد لا تعبد يعني الديانه المسيحيه من مزايا وانه تتكلم يعني على الدعوه يعني على التبشير يعني التبشير. قضيه التبشير نعم يعني لما يعني الناس تفتح يعني فيلات وتدعو الناس وتوزع يعني حاله جبد سيدي كاتري بارتيكولي سون رار. انا نشوف الدعوه السلفيه اخطر والدعوه تاع داعش اخطر من المسيحيين. بالتاكيد انا موافق في هذه، ولكن انا نتقيد بالقانون. اذا كان قانون المنظم للشعائر الدينيه 2006 ينظم كيفية ممارسة الشعائر الدينية وبطريقة يعني بكل حرية. أنا نرجع للقانون، ما تقوليش بأنه يعني ولاش حماداش ما نرجعوش للقانون. سيد قال لك أنا قلت الغاشي قلت واحد كاتب علاش ما رجعتوش للقانون؟ وهذو الأئمة السلفيين واحد ها نعطيك القانون لو كورديناتور لو سانديكا ناسيون تاع الأئمة سي جلول خضر في واحد الخاف واحد الجريدة قال نورمالمون نديرو واش قال؟ قال نورمالمون نديرو اون كومبان نروحوا لي بلاج نروحوا الشواطئ واللي ما يلبسش مليح نهضروا معاه ولا كيفاش نديرو؟ وعلاش ما تطبقوش يعني القانون على المزيد المتطرف هذاك ما يروحش للقانون؟ أنا ماني موافق لا على سلوكات المتطرف وطروحاته ولا على تجاوزات لعقيدة ومشاعر المسلمين في نفس الوقت، ولكن الفيصل في المسألة قلت القانون. ما دام القانون موجود نحترم بمعنى انت سي عبد الفلاح
على نرجع القانون، نطرح لك سؤال لي. يعني غدوة لو كان القانون يتغير ويقول من حق المسيحيين أنهم يديروا التبشير في الجزائر، أنت ما عندكش إشكال؟ إذا كان قانون وصوت عليه يعني البرلمان الجزائري. إيه عادي قانون وصوتوا عليه. البرلمان تاع البرلمان تاع. اسمع لا لا السؤال. معليش هل من حقه لو القانون تغير؟ هنا المسؤولين هما يتحملوا مسؤوليتهم في قضية هذه. أنت موقفك أنت أنا حاب. لا هذه قناعة شخصية، هذه قضية شخصية. هل تكلموا في قناعتك؟ هل أنت تشوف باللي من حق المسيحيين او اليهود او اي ديانه اخرى انهم يفتحوا مراكز للدعوه للدين تاعهم كما المسلمين لو سمح رايك شخصيا لو سمح لهم القانون؟ انا شخصيا لو سمح لهم القانون انا نكون من الرافضين ومن من الرافضين. نرفض. علاش؟ لانه فيه قاعده يعني في علم الاجتماع تقول بانه ما يجوز او ما هو مقبول عندما تكون الدوله قويه هو غير مقبول وغير جائز لما تكون الدولة ضعيفة وهشة. هذا على مستوى جميع الدول. وأنا أعتقد بأن الدولة العربية أو الدول العربية بما فيهم الجزائر هي في مرحلة الضعف والهشاشة. في كل الحالات اللي تكون فيها الدولة في مرحلة الضعف والهشاشة مساحة الحرية لابد أن تقلص. هذا الضعف ولا هشاشة يا جماعة هذه تقول انت؟ لا احنا المجتمعات ما تخلفش مشاكل اجتماعية. كاين الضعف بس كاين رشوة، كاين بس عندنا مسيئين وتحرام. هذا هو راه متوقعين. بس تصدر لنا ماشي كي يجيك واحد مسيحي ما انت الدولة تحت ضعف، الدولة تاعك راهي ضعيفة ديجا. لا هو يقصد على جنب التعصب هذا، علاش الدولة تاعك ضعيفة؟ معليش عمي هو واش يقصد؟ سامحني نعاود نصيغ لك ملاحظة برك يا جماعة امبورتون. أنا نقول بلي اليوم كاين كفاءات جزائرية دي سيرفو ارجيريان دي غرون ديبلومي كي كيت لالجيري يروحوا من الجزائر باسكو والله العظيم قالوها لي ليا باسكو ما يقدروش يعيشوا في التعصب الاجتماعي. كاين ناس نعرف ناس راحوا لكندا واش قال لك؟ قال برك ما نقدرش نخرج مع مرتي برا، واش نخرج مع مرتي ما نقدرش. انا شخصيا راني متعرض للمشاكل. خلاص كاين ناس راحوا لفرنسا راحوا لكندا نعرف انا واحد حراق والله يا خويا يا جماعه حرق كي حرق كي حكموا على جوندارمري في عين تيموش وصابوا مع في الكابا تاعو صابوا كوستيم قالوا له واش دير بيه؟ قال لهم كي نحق سراغوسا نروح نشطح نعيش. رانا في مجتمع ما كانش باش تعيش، يعني رانا في مجتمع ما كان لكن واش يقول لك؟ ما عندك لي كومب ما كاين وين تعيش، ما كاين لي كومبلكس دو لوازير، ما كاين وين تخرج ويكسيتيرا. ويقول لك المشكل هو يعني بعض المسيحيين ولا بعض الشيعه ولا يخرطوا بينا. يا جماعه ما تخرطوش بينا، حنا فايقين. المشكل واش يقول لك؟ واش قال لك؟ سامحني نعاود. قال لك باللي حنا مجتمعات ضعيفه فيها الفقر فيها الجهل فيها الاميه، اذا انت تفتح مجال لاي واحد يجي يدعي الدين ولا الفكره المجتمع تاعك راح يتفكك. هاو المجتمعات الافريقيه هذه الفكره دينيه وثقافيه بشكل عام. يعني نعطيك ملاحظه، هاو اللي كاين بلدان اخرى فقيره، افريقيا في افريقيا في افريقيا السوداء مفقره باكثر منا ولكن متعدده الثقافات متعدده الاراء. وانا شخصيا رحت لافريقيا تعيش خير في افريقيا كون في الجزائر ما كاينش منها. حلامه هذه كما كاينش منها. نتابعوا البرنامج هي فقره في الصوره ثم نستأنف النقاش. فقرت في الصورة ثم نعود إلى النهاية. صورة استفزت وجرحت مشاعر كثيرين لأشخاص قالوا أنهم يمارسون حريتهم في عدم التقيد بشعيرة الصوم، فخرجوا للأكل جماعات في الشوارع والساحات ليثيروا جدلا حول الحدود بين الحق في ممارسة الحرية الفردية وبين تحويل هذا الحق إلى أداة اعتداء على مشاعر الآخرين وقناعاتهم وحرياتهم. ثم كانت محاولة التعامل معهم بمنطق القانون وعقوباته وبسلطة الدولة وقوتها لتزيد الأمر تعقيدا على تعقيد، وتطرح السؤال الدائم حول الفرص التي تحوزها القوة في التصدي للأفكار والمعتقدات. إذا تابعنا هذه الصورة مع بعض. سعد فلاحي عبدو سمار تكلم طرح مجموعة من الأفكار عند المعروف أنها تخالف نصوص صريحة في الإسلام. يعني أنت لما تقول باللي من حق الواحد أنه يعتنق ديانة أخرى هذا يخالف نص صريح، من غير دينه فاقتلوه، أو معروفة في الفقه الإسلامي في التراث الإسلامي. لما يقول لك باللي من حق واحد أنه يخرج مع صديقته ولا مع خطيبته ولا مع كذا، معناه أنه القاعدة تاع الاختلاط ومنع العلاقات قبل الزواج، يعني هذه كلها راهي على الأقل تخالف فهم معين لنصوص شرعية. كيف تشوفها أنت يعني؟ لا هذا عندنا
لما طرحته في السابق وهو انه ما يجوز في مرحله القوه لا يجوز في مرحله الضعف. لا من ناحية الدينية لما كان الحديث النبوي الشريف تحدث يعني على قضيه انه من بدل دينه فاقتلوه كان في 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 مرحله في مرحله القوه يعني قاعده ماليفيه كان في مرحله القوه. ولكن بعد يعني ما شهد العالم الاسلامي حاله من تعدديه وبعد الفتوحات اللي تمت والمجتمع الاسلامي توسع اكثر واكثر وثبت يعني اركانه اظهر يعني عده اجتهادات وعده اقوال تقول بانه هذه المساله مرتبطه بزمان محدد ولا يجوز يعني في هذه المرحله تطبيق يعني حق يعني شرعا باش نوضحوا الامور شرعا انت من وجهه نظرك يجوز الانسان انه يتخلى عن الاسلام يجوز يتخلى عن اسلامه ويغير دينه يعني ما فيش اي مشكل اذا لم يمس بحريه الاشخاص الاخرين ويجوز له انه يمارس عباده يمارس كل الطقوس والشعائر للدين اللي اعتنقه ما فيش اي مشكل. وهذه مسائل تم تاصيلها من العديد من العلماء وكان للشيخ راشد الغنوشي يعني كتابات في هذه المساله واصل المساله وقال بانه لا حرج عليه. ننتقلوا ممكن إلى نقطة أخرى اللي بدأت الآن تفرض نفسها شيئا مع المجتمع هي قضية المثلية الجنسية. نشوفوا باللي الآن حتى مثلا كان هنا في قناة بير تي في قبل مدة حصة أثارت الموضوع وأثارت جدل كبير في المجتمع وفي الأوساط الإعلامية. يعني هل تشوف سي عبدو أنه ضمن إطار هذه الحريات الفردية من حق الإنسان أو من حريته أنه يختار الميول الجنسية تاعه ويعبر عليها ويتكلم عليها بصراحة وبوضوح؟ ليش ما لازم نوبليس؟ نوبليس وصلوا عنبي هادو لي زوموسيكسيوال إز إكزيز دوبي كو لومانيتي إكزيز يعني من وقت الإنسانية هادو كاينين. دوك ما فهمتش أنا على المشكل وأنا واش حاب نقضوا عليهم نحاكموهم ماساكريوهم نقتلوهم ونرموهم في البحر عند لي روكان. هلا غالب هي لا ناتور أومان ألي فات كوم سا كاين مثليين يا دي زيتيروسيكسيوال دي زوموسيكسيوال وهادي كاينة وكاينين ناس كانوا في البوفوار وكانوا دي زوموسيكسيوال. دوك ما ندخلوش حتى النقاش السياسي يعني ناس دخلوا حتى الحكم وكانوا دي زوموسيكسيوال وكاين شخصيات تاريخيه كبرى في العالم الاسلامي حتى في العالم الغربي وكانوا دي زوموسيكسيوال. دونك المشكل يعني بوركوا فان ان ديبا على كيلكو شوز كي دون لا ناتور هيومان دوبوي دي سيكل. انا جبنا ربي كاين نحكي كونت اون فو مانيبولي لوبينيون بوبليك نخرجوا هذو المشاكل. قال يا جماعه المشكل ماشي شاكيب خير اللي راه ما حبش يولي، المشكل ماشي سعيداني اللي راه في الحكم، المشكل ماشي هذو الوزراء اللي فاشلين ما خدموا ما ندبوا، المشكل وهذاك الهوموسيكسيوال هذاك هو اللي دانا المشكل على جالو البلاد ما يتطور، على جالو ما كاينش استقرار وطني. هذه سي مانيبيلاسيون. سينو الهوموسيكسيوال كانوا كاينين في الجزائر دوبوي لونتون، كاين في اغنيه الراي كاين ناس الهوموسيكسيوال اللي غنوا عليها الان بدات تظهر بشكل مختلف. يعني في السابق كان موجوده لكن تعبير عليها هو 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 شيء طبيعي يعني طبيعي انه المثليه الجنسيه يعني حاله طبيعيه وممكن يعني تفسيرها على حالة اساس طبيعية. على اساس انها طبيعيه يعني موجوده في في في, في الانسان موجوده في الانسان ولكن لابد من التاكيد على انها حاله مرضيه يعني حالة مرضية اللي شخصها هم المختصون أو الطبيب أو المختص في علم النفس الإكلينيكي هو اللي يحدد هذه المسألة. ولكن لما نقر بهذه القضية لا يعني أنه نعطي لهؤلاء الحق أكثر مما يستحقون. لما أقر بأن المثلية الجنسية حالة مرضية وحالة طبيعية في البشر ممكن أن تحدث هذا النقاش يخرج من الحالة هل هي حالة مرضية هو المشكلة اللي راه مطروح في المجتمع. سامحني في مطالبة المثليين يخرجوا للشارع ويطلبوا بحقوقهم مثلا يعني هل هذا هل شوف كان فيه محاولة وكان فيه محاولة أعطونا برهانة يعني ما شفتش أنا كاين شي واحد موسيقي خرج برا قال يا جماعة نقلبوا لا 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 حاول ما باش يعني نعاود نحطوا النقاط كاين مشكل كاين مطالبه كاين مطالبه القانون مطالبه بالقانون يدخل الحبس على الناس يكونوا اذا يحكموا كاين ان ديبا سور سيت لوا كي كريميناليز لوموسيكسواليتي ايفيكتيفمون ان ديبا لاسو Il faut débattre. Est-ce qu'on doit criminaliser quelqu'un qui est né avec cette nature? Je suis en train de dire une loi. Il y a un homme qui est mort.
احنا شفنا بانه حتى اللي كانوا مرضى بالسيدة ما يعلنوش على مرضهم بالسيدة حتى ما يتعرفوش. بزاف شفناهم. اون بو با كومباري سيرو بوزيتيف مع نورموسيكسيوال، هذا التطرف، هذا التطرف. لا لا لا، هو الانسان لما يريد ان يحافظ على نفسه او على كيانه، انت تشوفها باللي حاله مرضيه، هو يشوفها باللي حاله طبيعيه مش مرض. هذا ملك الملوك وكان كان عنده دي بونشون هوموسيكسيوال. انا اتفق معاه انه حاله طبيعيه وحاله مرضيه، ولكن ما نعرفش. لا نتفقوا، هي حاله طبيعيه ومرضيه مش نفس الشيء. ماكوش حاله مرضيه، انا قلت حاله طبيعيه. حاله طبيعيه ومرضيه مش نفس الشيء. لا لا لا، مرضيه تاع دي كرون جيني في ليسبور دي مانيتي كانوا دي هوموسيكسيوال. لا، الحاله مرضيه، انا اقول بانه حاله مرضيه. هذه قناعتي سبحان الله. هذه انت معليش. واش لازم نقتلوهم؟ واش لازم نديرهم سي فلاح؟ لا لا ما نقتلوهمش. واش لازم ندير؟ نعالجوهم. الناس كيفاش تعالجهم؟ تحكمهم كاع، تحطهم في شويه فيلم. لا نعالجوهم، كأي شخص مريض. واش ندير لهم؟ كأي شخص مريض مصاب بالإدمان على المخدرات، يعني نديروا كما دار هتلر مع اليهود، نحاكموا أعراب، نرفدوهم بالكميوات ونحطوهم. هذه مسألة تطرح على مستوى المختصين، يا إما على مستوى علماء الاجتماع أو الناس اللي يضربوا فيهم. الناس يعني هو يتكلم لك على حالات، على حالات في الواقع في المجتمع، يقول لك باللي هذا الناس كاين اللي يعتقد نفسه انه ماهوش مريض بالنسبه ليه، وهذه حريته. كاين واحد يعيش على يقول لك انا مريض، يعيش على حريته، لكن المجتمع يرفضه والمجتمع يتعامل. شو يقول لك انا ندير رشوه؟ لا سرك، انا عارف نسير الرشوه، انا ندير في الرشوه، راهم يقولوا انا ندير في الرشوه، ولكن مستعرفهم بها. واحد من المتتبع اللي راه يشوف او المراقب يعرف بانه السيد مريض، ما لازمش نخليه انا يتعدى حدود. هذا السؤال تاع خوتي، هل هذه لي زوموسيكسيوال ام دي مشكل اجتماعي في الجزائر؟ هل تعتبر انها، هل تعتبر انها مشكل اجتماعي؟ انا ما اقولش بانه الظاهره تهدد المجتمع بشكل مستمر، تهدد المجتمع. حنا لو فونكسيونمون تاعنا، يعني الفونكسيونمون تاع لا سوسيتي تاعنا، او كونترير الارونج دي زوموسيكسيوال. قول لك انا الارونج دي زوموسيكسيوال. حنا هنا في فرنسا كي تمشي مع راجل كون تحكم لهم بيدو بدو شكوفيك، باسكو في المجتمع تاعهم كي تحكم راجل بيدو ماشي مشكل. حنا في الجزائر عندك صاحبك ما يهضرش. شوف اسي عبدو، شوف الليزبيانيزم. شوف اسي عبدو، انا نزيد يعني نقوي الحجة تاعك، يعني ولو اختلفت معك في هذه المسألة. احنا شفنا في التاريخ الإسلامي شخصية معروفة وهو أبو نواس. أبو نواس، أبو نواس كان يعني حالة شاذة، يعني وعبر على هذا الشيء وكان يعبر عليه. ولكن قلت في عدة مرات، ونعيد نقول بأنه ما هو مسموح به في مرحلة معينة غير مسموح به في مرحلة. خلينا من المرحلة. هل تعتبرها حرية؟ هل تعتبر نوع من الحرية أنه الإنسان يعيش ميولات جنسية مختلفة على المجتمع ولا على الأغلبية؟ هل تعتبر هذا جزء من حريته؟ لا، هذا خروج عن الحرية وخروج عن الطبيعة البشرية وعدوان على المجتمع. وعدوان على المجتمع. كيف مش المجتمع عدوان عليه؟ أنا شخصيا كشاب جزائري عضو من المجتمع الجزائري، إذا واحد هوموسيكسيوال يحب يعيش حياته، واش دخلني فيه؟ واش دخلني فيه؟ مأذاني؟ ماذا عائلتي؟ راهو عايش حياته، فو با بروبليم. ولكن الراشي والسراق، ولو يسرق ولو يدير تومني، هذاك هو اللي يأذي. هاوليك الخروج تاع الصح، علاش ما نحكموش لي رشي ونقعدوا نهضروا معاه؟ هذه الحالات فانيه. حنا اللي يسرق نردوه بطل، حنا اللي يسرق نردوه بطل. انا نستخدم مصطلح المراحل، هو يستخدم مصطلح. لا انا ما نشوف ما نشوف حتى مرحله يا اخويا. انا في 2015 انا في عالم تعدد الثقافات، تعدد الانفتاح الذهنيات. لا خارج العالم، انفتحوا يا اخويا. كيفاش خارج العربيه كلها خارج العالم؟ كيفاش خارج؟ خارج 2015. لا في الموضوع، في دبي الناس عايشه، ماشي مش كيما. لا لا، الشكليات هذه مش شكليات. لبنان الناس عايشه، مصر خلينا في الموضوع، السودان والبلدان المتحضره هذه. خلينا في البلدان، عفوا، في الموضوع تاع المثليه الجنسيه. هل تشوفها انت ترفضها لانها قضيه كما قلت حالات مرضيه وشاذه، أو لأنها عدوان على المجتمع ومعتقداته، أم لأنها ممنوعة ومحرمة ومرفوضة من الناحية الشرعية؟ أو هذه هي الأسباب؟ هي كلها مجتمعة. ولكن العلاج الأول، التدابير الأولى اللي لازم نتعامل معها، هو وضع علاج لهذه المسألة قبل استخدام العنف. أو كيف تشوف هذو الناس، يعني بعض الشباب أو الناس المواطنين اللي يتصرف يعتبرها باللي نوع من الانحلال الكبير والانحراف، ويقول لك انا نغير هذا المنكر، انا ما نقبلش باش نشوف واحد. لا، هذا فن التطرف وسوء فهم يعني للظاهره والتعامل معها. يعني اغلبيه يعني الذين يمارسون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندي خدمة نحكي لكم ما نحكي يا اخويا، باسكو انا ما نحبش نقول. هم انفسهم واقعين في عده. هو يقول لك باللي هذا نوع، هذا نوع من النفاق، هذا كان نفاق. نحكي لك حكايه، انا شخصيا كتبت مقال، انا نحكي لكم حكايه اللي فوكاسي لي تابو. خلونا ما تنوفيخ،
جي كخي ان ارتيكل وقلت لهم يا جماعه انتم هذو الناس لما يسبوا في لي زوموسيكسيول في لي كوب عطيت كاع كاع الحالات تاع التعصب هذه قلت هدي راه يتساعد الفكر الداعشي سبوني في مواقع التواصل الاجتماعي وقال لك هذا مثلي وسبوني وتعدوا على على حياتي الشخصيه كذا جا واحد انسان مثلي هوموسيكسيول كي ساسيوم كتب لها ميساج كتب ميساج قال لهم انا جاسوم اكسيتيرا اكسيتيرا بداو يسبوا فيه عاود درنا نطر كومونتير قال لهم يا واحد المنافقين في لا ميساج لي بريفي بعثوا لي واحد 70 ميساج هاي شخصيا يشوفوك هاي كذا هاي كذا وبيبليك كذا يا ودي خمت والله تلقى لي ساجنيا شوف لي ساجنيا عندهم واحد التوفيق يعني هما خمم انا نعرف كلهم ونكون لي هيبوكريزي كاع لي ساجنيا بعدا ونكون لي هيبوكريزي انا نشوفو روح شوف بعض المكان مع لي ليو بيبليك كتشوف يعني تشوفوا انكور يفوا دونس الفونكسيونمون في المجتمع تاعنا الراجل كيقعد مع الراجل والمراه كتقعد مع المراه ما راهوش مشكل المشكل في المجتمع تاعنا كي الراجل يقعد مع المراه وكنت انا نعرف والله العظيم تلاقيت مع مفكرين اوروبيين تاع الهوموسيكسواليتي يقول لك الكونترير لي سوسيتي ماغريبين سون ميير بور لي هوموسيكسوال كو لي سوسيتي اوكسيدونتال باسكو دونس الفونكسيونمون سا فافوريز لانه المجتمعات الاسلاميه مجتمعات منافقه بكل صراحه ولكن مش مراحل ولكن مش مراحل لا 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 يعني المجتمعات هذه مش تدين هذا نفاق هذا تدين ولا نفاق لا ماهوش في هذا من حيث الممارسه ومن حيث الاشخاص اما من حيث المبدا فانا اختلف معه ولكن من حيث تشخيص المساله فيه نفاق ديني في المجتمعات العربيه ولكن اعود في نفس المساله واعطي مثال ومثال ربما شاهدوه كل بسرعه باش نفوتوا الفكره وهو انه بعد ثوره الياسمين في تونس شفنا بأنه لما ربما قيل بأنه التيار الإسلامي هو الذي سوف يمسك السلطة في 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 في, في تونس شفنا كيف كان رد فعل يعني متطرف كذلك من الجانب الآخر وخرجوا يعني بما يسمى بنساء عاريات فيمان خرجوا الدولة أمينة وخرجوا يعني جردوا امتيابه وقالوا بأنه جسدي ملكي جسدي ملكي ولكن رغم استنكار المحافظين لهذه السلوكات عقلاء العلمانيه في تونس استنكروا نعم. كذلك رد الفعل نتابعوا بعض التصريحات ما بين التعصب وما بين التسيب الاسلاميين الجزائريين ماشي كما الاسلاميين التونسيين معليش نرجعوا للنقطه الطرفين اكثر كان قالوا يرمونا في البحر قال نرجعوا للنقطه يرمونا علاش يرموك انت يرمونا بس كما ضد تعدد الاراء وتعدد الثقافات نتابعوا التصريحات ونرجعوا فقرة التصريحات في برنامج الجزائر اليوم ونرجع للنقاش محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في رده على التقرير الأمريكي بخصوص الأقليات إن التقرير حول ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر ليس حكما بل مجرد إبداء ملاحظات عامة ولا وجود لتضييق على ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر لغير المسلمين كما أن حرية الأديان مكفولة قانونا في الجزائر بشكل يجعلها الأفضل هدى فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إن مشروع أخلقة الأنترنت ضروري ولا يختلف حوله اثنان في الوقت الراهن إلا أن ما يعيق العملية هو معارضة تلك الإجراءات الرقابية لحرية التعبير في الجزائر عبد الفتاح حمداش زراوي أحد رموز السلفية في الجزائر في رده على الكاتب كمال داود لقد مارست الزندقة والإلحاد وأهنت الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يفترض إقامة الحد عليك حتى تكون عبرة لمن لا يعتبر عمارة بن يونس وزير التجارة السابق في تعليقه على الجدل حول منح تراخيص بيع الخمور إن تجارة الخمور كانت قبل دخول الحكومة ولا تزال بعد مغادرتي وفي الجزائر نستهلك 200 مليون لتر من الخمور لست أنا من يشربها جاستن ترود رئيس الوزراء الكندي الجديد المثير للجدل قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة الجديدة تؤمن بشدة بالتعددية في بلادنا وكندا بنيت بجهود أناس جاءوا من مختلف أنحاء العالم وينتمون إلى كل الأديان والثقافات ويتحدثون كل اللغات إذن تابعنا فقرة التصريحات ربما قبل من نرجع إلى مواضيع أخرى لهذه الفكرة سعادة فلاحي تاع أخلاقة الإنترنت هل تشوف أنه من المعقول ومن المنطقي وضع حواجز ورقابة على الإنترنت بحجة أنها مخالفة للأخلاق؟ ألا يتعارض مع مبدأ الحرية كل واحد حر أنه يستعمل الإنترنت بطريقته؟
في حين انه في المجتمع الناس يقول لك لا كاين اطفال وكاين اولاد صغار وكاين المرحله ما تقولوش المرحله بس كنا ما تفضل. لا هو يعني عصر العولمة أو الانفتاح أصبح يعني الحديث حول هذه المسائل ومراقبتها أصبح يعني صعب يعني إنه لكن من حيث المبدأ خلينا في المبدأ، هل تشوف أنت أنه نخلو أولادنا وأطفالنا يدخلوا المواقع الإباحية ومواقع عبدة الشيطان ومواقع الصهيونية ومواقع كذا، هل نخلوهم أو ما نخلوهمش؟ لا هل أننا نقدروا أو ما نقدروش هذا موضوع ثاني. لا هي المسألة تعود دائما يعني المنظومة التربوية، لابد أنه على الأطفال أو في سن معين حتى سن المراهقة هذه المواقع أو هذه اليوتيوبات يعني لابد أن توضع يعني تحت الرقابة تقنيات يعني لمراقبتها وتفادي يعني أنه الشباب يولج هذه المسائل لأنه ممكن يتعرض لغسيل مخ في هذه القضية ويوقع نوع من الانفلات اللي ما نقدروش نتحكموا فيه. إذا كان بلغ مرحلة الرشد يعني والتمييز ما بين ما هو خطأ وما هو صواب ما هو يعني يجوز وما لا يجوز هذه مرحلة هو يتحكم فيها وهو يتحمل مسؤوليته فيها. أما قبل مرحلة النضج فأعتقد بأنه لابد من وضع يعني قوانين صارمة في هذا. بل تصريح تاع حماداش مثلا يعني هل تشوف أنه فعلا لما واحد يتعدى على الذات الإلهية وعلى عقيدة الناس وعلى دينهم وعلى مقدساتهم يعني هل فعلا يترك هكذا باسم الحرية ويعبر على رأيه؟ لا أولا حماداش يعني مش على حماداش على الفكرة يعني ما يهمناش حماداش في حد ذاته يعني موش في حقه، لكن في المطلق كمال داود ولا غيره يكتب شيء يتعدى فيه أو يتكلم فيه على المقدسات وعلى الذات الإلهية وعلى ما يعتقده الناس حقه ولا مش حقه؟ هنا يعود للمسألة لأهل الاختصاص، يعني المسألة دائما تحن إلى الحديث حول قضية الإبداع وأين يبدأ وأين ينتهي، وهل مسائل الإبداع هي متاحة لكل قارئ أي إنسان عادي يقرأ ممكن يصدر يعني يستخلص سعادة ما تطرح ليش تساؤلات أعطي لي إجابات أقول لك أعطي لي إجابات يعني هذه المسائل معقدة مثل هذه يعني الإجابات عنها صعبة، ولكن في كل الحالات التجاوز الحدود مع الذات الإلهية والمقدسات وما هو معلوم من الدين بالضرورة لابد التعامل معه بحذر ولابد من تطبيق الوسائل القانونية لردع هؤلاء. إجابتي تهدي لك سنسا وش دخلوا حماداش يعني عنده كونترا مثل على حماداش مش نتكلموا على الشخص مش نتكلموا على يا اخويا شوف اذا واحد كتب كتاب ولا كتب مقال وهدر فيه هضره ضد الهويه الاسلاميه رد له بالمقال رد له بالكتاب انا تحاول تقتله يرتلو ياك انت راك ما عندك اعتقاد تاعك وانت متحمس وتشوي كونفينكو دو تا كونفيكسيون رد له بالكتاب رد له كيما الناس كيما حماداش ما يعرفوش يكتبوا دونك ما يقدروش يردوا. ثانيا دوزيام لا كيسيون تاع لي سيت بورنوغرافيك اي فو تر اونيت سو ني با بوسيبل ني تكنيكمون ني تكنولوجيكمون دو لي كونترولي. المشكل وراه الحل يفوت ديدوكاسيون ديدوكاسيون ان نربوا الناس كيفاش نستعمل الانترنت هادو تبدا من المدرسه، وثانيا ما لازمش نديروا ماهوش مش اونكور اون فوا شفنا والو فتينا يعني الناس قاعد تكمل. شوف اون الجيري عندنا واحد لا كاليتي اون كري دي فوس بوليميك بور ديتوني لاتونسيون. حنا الانترنت اون الجيري نعطيك دي شيفر لو طوط بينيتراسيون دانترنت 25% برك، يعني 25% من الجزائريين يستعملوا انترنت. كاين مناطق كبرى من الجزائر ما يعرفوش من بوش معناتها الحاسوب يعني لورديناتور. لو طوط بينيتراسيون دلانفورماتيك اون الجيري اللي دو 20% يعني سي با لا بورنوغرافي كي اونتران دو مناسي سي لا فرستراسيون سيكسويل اونكور اون فوا سي لا فرستراسيون سيكسويل نتكلم عليها اي فو دو ليدوكاسيون سيكسويل. واش معناتها؟ معناتها لازم دي كور ديدوكاسيون سيكسويل باش نعلموا الشباب تاعنا يا جماعه ما لازمش تتبع داك الفيلم بورنو فوالا سكي فو فير. هذه فوكاسي التابو بوركو دون لي سيبر كافي خويا جماعة تلقى دي نوي بلونش لي جون حياتهم كاع هما يتبعوا في لي سيت بورنو باسكو ما عندهمش وين يروحوا ما عندهمش وين يخرجوا باه يقدر يتزوج ني خدمه يخرج برا لابوليس يضربوه يقول لهم لا العهد الرابعه يضربوه يقول لهم لا المستشفيات ما فيهمش دواء يضربوه يخرج برا يطيحوا عليه واش بقى له؟ بقى له غير السيبر كافي وسيت بورنو راه كاع نستنى الفيزا ويروح. هذيك لا رياليتي سي سا لو بروبليم. حنا الجيري المجتمع والدوله تلمو مغلوقه وتلمو متعصبه وتلمو متخلفه فكريا واخلاقيا خرجنا كيسكونا غير كيسكونا كري اون كري هادو لي فليو
هو يظهر بانه يوافقني في 50% و 50% الاخرى. لا بصح انا العلاج تاعك مانيش متفق معاه. يهدم العلاج ماهوش علاج ديني، العلاج هو علاج اجتماعي مدني. تدخل العلاج ما عندناش مشكل، ولكن في نفس الوقت متفق معاه انه العلاج ماهوش ديني. ماهوش ديني، لا لا هو مشكل تربوي. ماهوش ديني؟ لا لا ماهوش ديني، مشكل تربوي. امريكا الاشكال بروبلام. الاشكال المطروح على مستوى المنظومه التربويه يعني وعلى مستوى الاسره. ولكن عبدو لما ما هو دور الدين في القضية؟ انا اتمنى انه يضيف الجزء الاخر، وهو انه اذا كانت هذه الامور موجوده في المجتمع وفي الدوله يقول بانه لابد من وضع ميكانيزمات لحجب هذه المواقع عن الاطفال. لا ما تقدرش، هذا الجزء هو لكن لا باش نرجع هناك. هو يقول لك انه المشكل او جزء من المشكلة على الاقل هو تعصب، هو تعصب ديني نتيجة فهم معين للاسلام. هذا هو المشكل، هذا هو اللي خلق، هو اللي خلق وادى العلاج. خلينا لكن المشكل صلب المشكل هو فهم متعصب لا للاسلام. جزء انا جزء من المشكلة يعني ما لازمش يغفل الجزء الاخر، وعلى هذا قلت بانه دائما يوافقني الجزء الاول هو لا فريستراسيون سي في اللي عندك لا جونس الجيان ما عندهاش وين تروح. حنا نتوافقوا في 50% في كثير من الشباب تاع الجلفه وين يخرج، ولكن هو يريد ان يكرس من حيث يدري او لا يدري، ربما يدري يعني اعتقد بانه يدري، ولكن يريد ان يكرس مدرسه تسمى ب مدرسة الإسلام العلماني. إيه هذه المدرسة اللي هو راه موافق يعني أنا علماني مدرسة لازم نفرقوا بين الدين والسياسة. أنا خليته ينطق بها يعني لا علماني وكتبها مدرسة الإسلام العلماني، هذا هو خطابها يعني بمعنى الحرية بدون حدود، إعطاء يعني مساحة واسعة لانتقاد ثوابت الإسلام، عدم الإيمان حتى بالمسائل الغيبية، وهذه مدرسة علمانية كذلك، عدم الارتباط يعني بالقيم المتواترة يعني في العلمانية هو الفرق بين الدين ما راهوش ملك الدولة في مدارس ويبقى فيها كاين تطرفين، كيما كاين المتطرفين الإسلاميين كاين المتطرفين العلمانية. حتى المشاهد وحتى المتتبع يعني يقدر يحدد يعني او نحدد المصطلحات. هذه مدرسة تسمى بالاسلام العلماني بمعنى عزل يعني الدين الاسلامي عن الحياة، وهي مدرسة اللي جابت التطور عن الدول المسلمة، كل دول المسلمة متطورة هي الدول العلمانية. لكن هذه المدرسة وانا كتبت في عدة مناسبات، هذه المدرسة رغم اننا لا نوافقها في فلسفتها، الا انه فيه بعض الطروحات داخل هذه المدرسه ما هي ايجابيه، ولا بد من التحاور معها خير من الصدام معها. ولكن هي نفسها في نظري كما ان داعش والخطاب المتطرف يشكل تهديد للامه وللدين، هذه المدرسه العلمانيه اذا لم تحاول ان تغير من كثير من مفاهيمها تشكل هي كذلك خطر على وين الخطوره بسرعه باش ننتقل مع الحريه العامه. وراء الحريه العامه تكون خطر على المجتمع. خطورتها هو انها تريد ان تعطي تفسير للنص الديني بمفهومها الحداثي. لا. يعني ما عطيناش تجاوز نفرقوا بين الدين والسياسه. يبقى الدين في وعي شخصيه الانسان، ولكن ما نبنيش دوله على اصول الدين. فلسفه هذه المدرسه قائمه على قضيه تجاوز المسائل الأخلاقية ومسائل القيم بحجة تطبيق مبدأ الحرية. نعم. سؤال ربما أخير لأنه انتهى وقت الحساب. عبد الرحمن سمار، هل تشوف أو تتوقع أو تقبل أنه في يوم من الأيام في الجزائر مثلا يكون زواج للمثليين؟ تبارك الله يا اخويا. انا اتوقع التعصب الديني هذا احنا مشكل تاع الخوف تاعي راح نقولوا كيما المجتمع الباكستاني، يعني مجتمع وين كاين الكلانيزم وين كاين التريباليزم وين الاكستريميزم، يعني التطرف الديني ياخذ واحد البعد. وانا نشوفه فيه، انا نشوفه البعد الخطير تاع التطرف الديني. هاوليك النموذج لبعض المسيحيين تاع الجزائر، واش حابين يديروا؟ حابوا يديروا في الجزائر لو باكستان دو لافريك. يعني احنا ندوا الحكومه، عندنا حكومة عسكري، احنا ندوا لي زافير، احنا ندوا لي بيزنس، وانتم قعدوا يعني في التعصب الديني تاعكم. يعني اسكو تشوفوا الهلال ولا مازال ما شفتوش؟ اسكو المراه تخرج بلا جيب ولا ما تخرج؟ اسكو انسان يزكي عنده الحق يدير مهيبه باش يتزوج ولا ما عندوش؟ نبقاو في هذه المشاكل تاع العصور الوسطى. وهاوليك لا واش راني خاطر، هاوليك لو فيريتابل دونجي اونكور اون فوا، هاوليك لو فيريتابل. وهذا لو دونجي راه يعاون الفكر الداعشي، باسكو سوسيتي فروستري نون جوندر كو دي فيتور تيرورست. نعم. سعد كلمتك الأخيرة. لا كلمتي الأخيرة يعني أنا انشاطر الأخ يعني في التخوف من التطرف الديني.
ولكن أنا تمنيت أنه يكون هو كذلك يعني يشاطرني تخوفي من التطرف العلماني اللي وراه التطرف العلماني اللي بدا يعني يزحف يعني من خلال تشوف بلي هذه المظاهر هذه هي مظاهر تطرف علماني واحد يخرج معاه مسكيمات هذه مظاهر ممكن انها تكون فرديه وتكون محدوده ولكن تستغل من طرف بعض الاجهزه وبعض الاستخبارات حتى يعني يتم توظيفها لترشيح فلسفه معينه. هل هو علماني الشاب الجزائري اللي حاب يخرج مع خطيبته يروح ريحه البحر برك يجوا يضربوه هذا علماني مسكين علماني ويفسر الدين بطريقته الخاصه. نعم راه خطيبته وحشه من البحر وراه العلمانيه هذه اجمع على نوبليس فيه نصوص يا حبيبي ها فيه نصوص يقول لك ما تروحش مع كاين نص يقول لك ما تروحش مع خطيبتك فاتح عليها ومرتك ما تشوفش من ريحه البحر حرام تشوف من ريحه البحر هو ينتظر شويه حسبي الله ونعم الوكيل هذا بلد الاسلام ينتقل من مرحله الخطوبه الى مرحله الزواج هم الناس راحوا معاه مزوج خلاص فتح عليها ومزوج خلاص مرته هذه حاله اخرى متعلقه بالادب العامه يعني حتى زوجته اذا كان مارس مع الجنس في الطرقات فهذا غير مقبول يعني. نعم. أنا كنت إذن البحر ما قلتش جنسي. إذا الله يهدي ما خلق. وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة. ضيفي الأستاذ عبد الفلاحي البرلماني السابق والإطار السابق في وزارة الشؤون الدينية الباحث في الإسلاميات شكرا لك على مشاركتك وحضورك معنا. شكرا. أستاذ عبد الرحمن سمارة رئيس تحرير الموقع الجزائري فوكس شكرا لك على أعطيكم الصحة استوجونا بليزي وتحيا الحرية العامة وتحيا شكرا لك تحياتنا إذا مشاهدينا إلى لقاء قريب في برنامج الجزائر اليوم تحياتي لكم جميعا.